كانوا يضربوا فيه المثل لك ارخص من الفجل ما في 400 الف فجل. يا حرام علينا. بعدين اليوم في بعض قصبة منيحة ما في، كلهم غشاشين عكريت. تغيرت أمور كثيرة، حتى وقفت السندويشات، شلت الكفتة واللحم المشوي والطوق والزبدة ما عم فينا نجيبها، عمينا غالية كمان، عم نستعمل زيت الزيتون رغم أنه كمان غالية. ما بتقدر تلعب لا بالمقاني ولا بالسجق ولا باللحمة ولا بالنوعية، حتى الخضرة تاعتك بس بدك تشتريها بدك تكون حريص يعني. ماكسيمو لما بيغلى بيصير ب 3000 القفص، يعني 24 ضمن. وصل عنا هون بلبنان هلا لانه صار في كوليرا، رخصت شوي الخضره قبل الكوليرا، وصل القفص عدى 300000 بكل رياحه، 300000 و 400000 ضمه الفجل صارت ب 20000 فجل يا زلمه. هلا شو عم بعمل انا لتوفر معي؟ وقف الطباعه مثلا. الطباعه هيدي تكلفه الطباعه موقفة بشيلة بعدل أرباحي نوعا ما. هون دزين تن. كيلو الفحم 1005، اليوم حقق 60000 مالي. شايف كيف كله كسر؟ أنا لأمك إلا قديه بجيبت خسة. اليوم القصبة ويت القصبة حقها 100، شفت له لزبون 110 ما بتبيع، شو بدك تبيع؟ من نوع الكماليات نحن مش الأساسيات، يعني مثلا بقول لك اللي بدي آخذ كباية عصير ب 100000. بشتري ساندويش فيها، بس السنوبر استغنينا عنه نهائيا. اليوم كيلو السنوبر ب 4 مليون. شو بتحط محله؟ كاجو، فستق حلبي، زبيب. كهرباء هاي، اشتراكات، عندي اشتراكين. كل واحد بيأنن ساعتين ثلاثة بدي اجباري انا بدي اختم الاشتراك الثاني. مضطر اعمل اشتراكين، ويمكن اعمل ثلاثة. بالنسبة للقشطة عم جيب يومي تقريبا، بالنسبة للكهرباء يعني ما عم تلبينا الكهرباء، في برادات موقفة، مشغل اللي إلي عازي فيه يعني. البرادات تغذوا للساعة غزل، ما بقى فيك تشتغل فيها القصة خلص، بدك تخفي، كله موقف. هذا واقف، هذا واقف، هذاك واقف. لا عم بستعملوا خزانة مثل الخزانة يعني، بحط فيه الغراض يعني. مظبوط أخفيت. هاي نص تزيينة بدي خف شغلك شوي، لأنه أصلاً الناس خفت، الشباب عنا بلبنان هاجروا، الكبار الله يعينهم، وفوق منا السواح اللي كانوا يجوا ينبسطوا بأجواء لبنان ما بقى تشوفهم غير بالمناسبات. في كان عنا بتاع الجامعات، طلاب الجامعات يعني كان يمرق يومي، هيدا ما عاش فينا فيه نشوف ولا بالشهر ليجي ياكل مرة يعني. طبعا نوعيه الناس كثيره فقدناها، لانه ما عادش فيها تشتري، ما عادش تشتري صحن الفول يعني، ما عادش فيها تشتري صحن الفول يعني. يجي عندنا عمال موظفين تبع المحلات الثياب، الموظفين البنوك، العمال كذا بده صحن الفول، هذا فقدناه. اول شيء كان عندي 4 موظفين 300 وطلوع اليوم، هلا خلص ما عادش في منهم، هلا الموظفين عم يدفعوا اطلال. أنا ما كنت أشتغل بإيدي، كنت نظر عليهم بس، روح جيب لهم البضاعة واشتغلوا، هاي منيحة وهي مش منيحة هيك. هلا ما بقى فينا، هلا صرنا نشتغل لحالنا. بعدين لأنه أنا كان عندي 3 شغيلة، هلا بدي واحد يلف ساندويش وواحد يشوي وكذا، ما عادش تعطيك الإيرادات يعني. أنا وخيي وابني وابن خيي بنشتغل بالمجلمة نواب عليها. بدأ بدي يشرب فنجان قهوة علبة دخان، وبدي ياكل سندويشة بده 300000 400000، طيب هيدا معاشه بيطلعش يوميتي يعني. كيف بده ياكل سندويش عندي، أو بده ياكل صحن، أو بده ياكل صحن سوداء أو صحن لحمة أو